السلام عليكم متابعي الشاق الخياطة والتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. كيف ما شفتوا العنوان، وأخيرا جبت لكم الجدول ديال القياسات اللي طلبتوه مني بزاف بزاف. كنت فقط يعني درت واحد البحث على هاد القياسات، يعني لأن خرج درت في قلبت في جوجل، يعني لقيت بزاف ديال الجداول ديال القياسات، وما بغيتش يعني ناخذ غير واحد فيهم. كاين اللي فيهم يعني ما فيهمش كاع القياسات، كاين مثلا ما فيهمش الطول الكلي، ما فيهمش بعض، وكاينين اللي فيهم يعني شي قياسات اللي ما كنحتاجوهمش، يعني ما كنحتاجوهمش بزاف. فمهم بعد ما قلبت عليه مزيان درت لكم هذا الجدول هذا، فيه القياسات فقط اللي كنحتاجو، اللي مهمين يعني بالنسبه اللي بغات تخيطها، كتبدا مشروع ديالها، مشروع فساتين او لا يعني الكنادر او لا اي حاجه. فهاد الجدول هذا انا غادي نخليه لكم هنا في الشاشه، باش هكا اللي بغات تاخذوا تسكرينيه وتاخذوا يعني تطبعوا باش يبقى عندها. اذا هنا كي كتشوفوا عندي هاد الجدول القياسات، هادو القياسات بالسنتيمتر. عندنا هنا الطايل اس والطايل ام والال والاكس ال والدبل اكس ال و3 اكس ال. هنايا القياسات الاس راه كيكونوا فيهم يعني الاس، وكاينين هنا القياسات ديالهم. الاس كتلبس يعني 34 و 36، كيكونوا هادو من القياسات ديال الاس، يعني ما تيكونوش متفاوتين بزاف كيف ما غادي تشوفوا هنايا. كذلك الام هي 38 40، ال 42 44، الاكس ال هي 46 48 وثم غاديين. هنا القياسات اللي درت هي عرض الكتف، طول الذراع، محيط الصدر. عرض الكتف هو العرض الكتف من الظهر، وطول الذراع هو الطول ديال الكم، المحيط ديال الصدر هنا المحيط ديال الصدر الدوره كامله. هنا غادي نشرح لكم، مثلا غتاخذوا الصدر ديالكم، الصدر ديالكم وتدوروا سنتيم من الظهر حتى الامام، هذيك هي اللي كتسمى الدوره كامله. يعني ملي غادي تجيو تحطوها على الثوب، فانتم غادي تقسموها 80 على 4. هذه بالنسبه للقياس 34 الاس. كي قلت لكم المحيط ديال الصدر، وهذا الطول ديال التركيز او لا الارتفاع ديال الصدر كي تنقولوا، يعني الطول ديال التركيز من الكتف الحلمه ديال الصدر هو هذا. انا كنلبس مرات الاس مرات الام، المهم كندير ما بين 21 22 على حسب الموديل، يعني هادو هما القياسات اللي كندير. يعني لاطي هي هذيك. محيط الخصر او لا الحزام، هنا ارتفاع الخصر او لا طول الحزام اللي كناخذوه من الكتف للمكان ديال الحزام. مثلا لكتو غديروا شي فستان فيه واحد القصه في الحزام، فهو هذا كتاخذوا الارتفاع ديال الحزام، ومن بعد كتحطوا المحيط ديال الحزام او لا ديال الخصر. هنا محيط الارداف او لا الحوض، هنا المسافه بين الثديين. هذه المسافه هذه كنحتاجوها مثلا في القصه ديال البرنسيس او داك القصه اللي كتكون في يعني ديال في المونطوات كنحتاجوهم. وعندنا الطول الكلي، هنا الطول الكلي البنات، هذا الطول الكلي بالنسبه للعبايات يعني والفساتين. نتوما مثلا اللي غتبدا مثلا مشروع، مثلا اللي غتقيس على الزبونه، ممكن يعني تاخذ القياسات هادو والطول تاخذ الطول عليها، لان هنا الطول ما يمكنناش نحددوا الطول بالضبط، لان كيف ما كتشوفوا فاش تناخذوا انا فاش كنت كيوصلوني الفساتين من الموقع اللي كنت كنشارك معكم، فكانوا كناخذ لاطاي مثلا الام، كيجيوني القياسات ديال الكتف الصدر الحزام كلها هي مضبوطه، ولكن الطول كيجيني طويل. يعني الطول كنديرو تقديري وصافي. بحال دابا هادو ممكن تزيدوا عليهم واحد 3 سنتيمات هاد القياسات هادو، مثلا اللي غدير مثلا مشروع من المنزل، ومن بعد مثلا منين غتبغي تاخذ من عندك الزبونه فانت غتسوليها على الطول ديالها. اذا كان مثلا الموديل طويل، الموديل اللي بغاتي هي طويل شي شويه، فكيكون عندك واحد الامكانيه ديال انك تنقصي ليها وعاد تصيفطي ليها، اولا حتى الا خداتو كيكون عندها يعني الحل البسيط انها تنقص منه. المهم يجي طويل وما يجيش قصير. وبالنسبه اللي غيسولوني على الطول ديال مثلا السروال اولا التنوره، فهو كتاخذوا هذا الطول هذا مثلا طايل ام مثلا متر و40، كتحيدوا منه الارتفاع ديال الخصر، الارتفاع ديال الحزام، والباقي مثلا كتحيدوا 40 سنتيم، كيبقى لك 100 سنتيم هو الطول ديال السروال اولا الطول ديال التنوره. فهي هذه يعني راها باينه. اذا هنا كي كتشوفوا نشرح لكم القياسات، عندنا هنا عرض الكتف 35، الكتف كنقسموه على 2، يعني انا سبق لي شرحت لكم في الدرس ديال المبتدئين علاش الكتف كنقسموه على 2، لان الكتف كناخذوا غير القياس غير من الظهر، ما كناخذوش من الظهر ومن الامام، كان داكشي علاش كنقسموه على 2، لان خدينا القياس فقط من جهه واحده. كنقسموه على 4 اذا خدينا الدوره كامله من الظهر للامام، مثلا الصدر كناخذوا الدوره كامله من الظهر للامام،
مثلا عندنا في الصدر 58 عفوا 80، فاحنا غادي نقسموها على 4 لاننا دائما كنخدموا بالربع. المهم 35 36 37 38، يعني ما كيكونش شي اختلاف بيناتهم، كيكون زيد واحد سنتيم سنتيم سنتيم. نتوما ضروري هاد القياسات هادو غادي تزيدوا عليهم واحد سنتيم ديال الخياطه. ونصيحه يعني بالنسبه اللي غادي يديروا يعني مشاريع، فدائما مثلا عندكم باج ديالكم، مثلا دايرين واحد الباج ديال اللي كتعرضوا فيها يعني المنتجات ديالكم، من الاحسن اي موديل حطيتو تكتبوا عليه القياسات كيف ما كيديروا المواقع الصينيه. دابا كيديروا هاد القضيه مزيانه، مثلا فستان صممتي كديري كتكتبي القياسات المهمه اللي هما طول العرض الكتف والطول الذراع وديال الصدر والطول مثلا الكلي. حتى الحزام ما كنديروش، يعني لان الصدر كيكون الحزام ناقص عليه واحد سنتيم، يعني صافي ما تحتاجوش انكم ديروا حتى القياس الحزام، كديروا عرض الكتف طول الكم ومحيط الصدر والطول الكلي مثلا ديال الفستان، باش السيده كتشوف على حساب الطي ديالها. مثلا كل طي كتكتبي القياسات ديالها في الفستان، باش هكذا السيده كتختار. لاحظتوا ملي كتدخلوا المواقع الصينيه فاش كيخرج لكم الفستان كتلقاو فيه لي طاي، كل طاي كتضغطوا عليها كيخرجوا لكم القياسات اللي فيها، يعني انت كتشوفي اللي يناسبك. يعني ممكن ان السيده مثلا انا شخصيا يعني مرات كنلبس الاس، يعني في الملابس الجاهز اللي كناخذ مرات كنلبس الاس ومرات كنلبس الام، يعني كل مره وشنو مرات يعني كنلقى القياسات ديال الاس مناسبيني والقياسات ديال الام كبار عليا، يعني كل مره كيفاش كيكون هذا الشيء. علاش قلت لكم انا الطول ما يمكنلكمش تحددوه، لان الطول يعني ممكن سيده كتلبس الاس ولكن الطول تكون طويله، وممكن سيده تكون كتلبس الام ولكن هي قصيره، يعني ما يجيهاش هذا الطول، هذا يجيها مثلا هذا طويل، يعني تقدر تكون كتلبس الام ولكن الطول ديالها فقط 1.35 متر. داك الشيء علاش يعني الطول ما تحيروش فيه، يعني ديروه زيد على الطول واحد 3 سنتيم 4 سنتيم، اللهم تجيها كبيره يعني احسن من انها تجيها يعني قصيره وتلقاي مشكل مع يعني الزبونه. بالنسبه للعرض ديالكم ما درتوش ليكم، فهو كيبقى على حسب كل موديل، يعني وانتوما يعني غادي تبداو تخدموا ديك الساعه، يعني عينكم ميزانكم اولا الدوره ديال الاسواره على حسب يعني الكم، يعني دائما غادي تخدموا من 12 من العرض ديالكم. مثلا هو هذا، يعني انا يدي راها ضعيفه، يعني كنخدموا هنا عندي 24، يعني 12، يعني من طي الاس غتبداو ب 12 سنتيم الدوره ديال الكم، وانتم غاديين وعلى حسب يعني كي قلت لكم الموديل، اذا كان موديل سامبل فانتم غادي ديروا مثلا طي الام غديروا لها مثلا 26 اللي هي 13 سنتيم زائد سنتيم الخياطه، هذه هي الدوره ديال مثلا الدوره الام ديال طي الام. ولكن اذا كان فيه الخيط المطاطي فانتم غادي توسعوا الكم، يعني على حسب كي قلت لكم على حسب الكم، كاين الكم الواسع، كاين الكم اللي كيجي من هنايا من فوق، كاين الكم الايفازي، كاينين بزاف الاكمام، يعني غتخدموا على حسب موديل. داكشي علاش حتى في الجداول اللي بحثت فيها ما كنلقاش فيها الدوره ديال الكم، يعني ديال الاسواره ما كتلقاوهاش، كتلقاو يعني غير القياسات الاساسيه. ويعني وكي قلت لكم يعني داك باش تضبطوا القياسات مزيان يعني كيجي مع الممارسه ها هي. وبالنسبه اللي تيسولوني على بشحال كيفاش نحددوا يعني القماش اللي كفينا لاي موديل، انا سبق لي وحطيت فيديو على هذه، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. قلت لكم دائما هذا الشيء كيجي مع الممارسه، يعني بكثره ما كتخيطي يعني كيبقى يبان لك الموديل، كتعرفي شنو شحال ديال القياس او شحال ديال الثوب اللي غادي يكفيه. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، واللي بغات تبدا شي مشروع ديالها يعني الله يسهل عليها والله يوفقها. ما تنساوش تخليوا لي التعليقات ديالكم ولي جيم ديالكم، كنبغيكم بزاف بزاف، في امان الله، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.